لا يغرك المظهر خل عينك على الساس، كل واحد بأصله يتعامل مع الناس. لا يغرك المظهر خل عينك على الساس، كل واحد بأصله يتعامل مع الناس. لا يغرك المظهر خل عينك على الساس، كل واحد بأصله يتعامل مع الناس. راعي الوفا هيهات يخيب ظنك فيه، راعي الوفا هيهات يخيب ظنك فيه. أما قليل الذات الخير ضايع فيه، أما قليل الذات الخير ضايع فيه. الزمان ذنوب طبع الردي خوان عن صحبته انتوب، طبع الردي خوان عن صحبته انتوب. غرك المظهر خل عينك على الساس، كل واحد بأصله طيبين حطهم على يمناك، دور على الطيبين حطهم على يمناك. مثل الذهب صافين بخير وشر وياك، مثل الذهب صافين بخير وشر وياك. غرك المظهر على عينك على الساس، كل واحد بأصله الإحساس. والصاحب الموثوق ما ينشرب الماس، والصاحب الموثوق ما ينشرب الماس. غرك المظهر خل عينك على الساس، كل واحد بأصله Thank you.
تماشي الخدام يتلون بكم لون على حسب الأوضاع، يتلون بكم لون على حسب الأوضاع. خل عينك على الساس، كل واحد بأصله يتعامل مع الناس. مشاهدي تلفزيون دولة الكويت، نحييكم ونلتقي في سهرة جديدة من ليالي خليجية. في هذه السهرة نستضيف فيها الدكتور الفنان الأستاذ عبد الرب إدريس. أهلا وسهلا فيك أبو عادل، وحسن سعداء بلقائك معنا. أنا سعيد جدا أنه دائما تتكرر لقاءاتنا إن شاء الله. أنت طبعا هذه المرة الثانية تكون معنا في تلفزيون دولة الكويت. في مدة قياسية في هذه الجلسات الشعبية. في البداية الحقيقة أبو عادل غنى أغنية ليغرك المظهر. هذه بتصوري هي من الأغاني أو هي عودة للأغنية اللي فيها حكمة، ممكن نعرف من تأليفه؟ ما في شك، يعني هي من كلمات الشاعر السعودي الناصر. لا شك هي بتعبر عن واقع كل واحد فينا بيعيشه، يعني أن الدنيا أصبحت فيها كثير من السلبيات والإيجابيات. فأصبح الواحد بيعبر عن فكرة معينة أنه ما تغرك المظاهر الإنسان، أصبحت الدنيا مش مظاهر بس، لازم هناك في جوهر، في أساس، في الحياة، في وفاء، في صدق. يعني طبعا هذه الأغنية هي أغنية جديدة، وأعتقد هذه الأغنية سوف تنتشر وتحوز على اهتمام كبير، لأن احنا افتقدنا في الواقع هذا اللون من الأغاني التي تقدم الحكمة بثنايا أغنية أو لحن. لا شك فعلا. أبو عادل، نتوقف الحقيقة عند مسيرة الدكتور الفنان عبد الرب إدريس، ونود أن نؤكد هذا الحضور وهذا التميز الذي هو يعني يسمى عبد الرب إدريس. هل هو جاء من التلحين أم الغناء؟ وأيهما أكثر أهمية بالنسبة لك؟ اللي أكثر أهمية بالنسبة لي أنا أعتقد هو الفن عامة، يعني سواء طرقت مجال التلحين لنفسي أو للإخوان الذين دائما أشارك معهم، أو غنيت أنا شخصيا ألحاني، أعتقد أنه في النهاية أنه بنوصل رسالة، يعني الكل، يعني سواء التلحين أو الطرب هو عبد الرب إدريس. في النهاية أنه إحنا بنوصل موضوع معين أو رسالة معينة للناس من خلال هذا الطرح اللي يقدم، سواء كان قدم من قبلي أنا شخصيا أو قدم من قبل الأصوات الأخرى واللي هي الأصوات الأكثر جميلة. فبالتأكيد بعطيها أكثر ما عندي من أفكار، وأكثر ما عندي لا سيما ولها خط معين في الغناء، ولها خط معين في الأسلوب، يعني اللي بيغني يقدم فيه. بيقدم فيه سواء كان حتى على مستوى الشعر، بحاول أتعامل مع شعر يكون له تركيبة معينة، يكون له فكرة معينة. فبالتأكيد هذا هو خطي. هو طبعا هي في مجال الفن ككل المجالات اجتهادات، وهناك من يستطيع أن يوصل بشكل جيد، وأعتقد الأستاذ الدكتور عبد الرب إدريس هو من الموصلين الجيدين للفن سواء في مجال التلحين أو الطرب. أبو عادل، بعد ما سمعنا ليغرك المظهر، هل نبنسمع شيء ثاني يعني على نفس المستوى؟ والله بتختلف الطرح، لا شك أنه لا يمكن أن نقدم كلها في السهرة حكم ومواضيع اجتماعية، لما احنا قلنا شيء آخر. إنما نأخذ مجال عاطفي إن شاء الله الآن.
ليتك ما تريد وانا ما اخذ منه المستفيد انا ولا عطيتك ما تريد وانا ما اخذ منه المستفيد انا ولا بترك لمري لك وحده فكر في عام اهلك بترك لمري لك وحده فكر في عام اهلك واعطيني المفيد منك واعطيني المفيد منك عطيتك ما تريد انا ما اخذت منه المستفيد انا ولك عطيتك ما تريد بترك لمري لك وحدك فكر في عام اهلك بترك لمري لك وحدك فكر في عام اهلك واعطيني المفيد منك نستفيد انا اعطيني المفيد منك نستفيد قلبك من حديد ولا تعدل بالصد لا تزيد كما مسلف قلبك من حديد ولا تعدل بالصد لا تزيد كما مسلف لا تجني على نفسك فكر في الذي حبك لا تجني على نفسك فكر في الذي حبك بالرأي السديد منك نستفيد بالرأي السديد منك نستفيد عطيتك ما تريد أنا ما أخذ من قلبي السبيل أنا ولك عطيتك ما تريد أنا ما أخذ من قلبي السبيل أنا ولك بترك لمري لك وحدك فكر في عام أهلك بترك لمري لك وحدك فكر في عام أهلك واعطيني المفيد منك نسبي واعطيني المفيد منك نسبي قل لي يا علي وإيش قررت ما تبقى بعيد كما ما كنت قل لي يا عيني وإيش قررت ما تبقى بعيد كما ما كنت ما تفضل على عندك بطالب بلي عندك ما تفضل على عندك بطالب بلي عندك واطلب بالمزيد منك واطلب بالمزيد منك بترك لمري لك وحدك فكر في عام اهلك بترك لمري لك وحدك فكر في عام اهلك واعطيني المفيد منك تستفيد واعطيني المفيد منك سمعت ايش قلت مكشوف الرصيد ولا سدد شفتينك يزيد سمعت ايش قلت مكشوف الرصيد ولا سدد لا وفيت لي دينك لي بيني وما بينك لا وفيت لي دينك لي بيني وما بينك وارجع من جديد منك من المستفيد أنا ولك
ومن البدايات للدكتور عبد الرب إدريس أغنية بربك قلي. نتوقف شوية عند الدكتور عبد الرب إدريس ونقول بربك قلي، هذه كانت أعتقد الأغنية الأولى ولا الثانية في بداياتك. فعلا هذه لحنتها يعني أكثر من 28 سنة تقريبا، يعني بدايتي يعني أو 30 سنة تقريبا. كانت بداية لما بدأت ألحن، فكنت أعتقد أن أغنية الثانية أو الثالثة لحنتها يعني. والحقيقة هي من الأغاني الجميلة اللي انتشرت يعني واللي تبقى عايشة كل ما أداها، وتغنى على فكرة دائما بأصوات كثيرة يعني الشباب كثير غنوها يعني. نسمعها يلا. بربك قل لي لماذا الجفا، ومن ذا على صدنا علمك. بربك قل لي لماذا الجفا، ومن ذا على صدنا علمك. بربك قل
ربك قل لي لماذا الجفا ومن دعا على صدنا علما. أبو عادل، نتوقف عند الكلمات والأغاني القديمة. الحقيقة الأغاني القديمة كانت تغلب عليها الروح الجماعية وروح الألفة. الآن هذا هل بتصورك موجود ولا ما عاد موجود في تآلف وعناصر الأغنية؟ لا شك الوضع السابق اللي كنا بنتعامل فيه في الأغنية طبعا في الوقت الحاضر اختلف كثير. كانت الأغنية زمان عندما نبدأ في تلحينها مثلا نلتقي مع الشاعر، أنا والمطرب مثلا يكون معي، ونبحث عن إيجاد فكرة، إيجاد كلمة جديدة، فنظل نعيش هذه الأجواء يعني، والتفكير في أن نتوصل إلى فكرة جديدة وتكون ما حد تطرق لها سابقا يعني قبلنا يعني. وبعد كده نجد الفكرة ونبدأ في تلحينها كلنا مع بعض، كنا متواجدين. على سبيل المثال بحكي لك مثلا تعاوني مع الأخ العزيز عبد الكريم عبد القادر أبو خالد، كنا دائما نبحث عن كلمة جديدة. نعم، فنتصل مثلا بالأخ بدر بروسلي طبعا حبيب عزيز علينا، أو الأخ عبد اللطيف البناي نفس الشيء، ونبحث عن أي كلام مع الإخوان. فعلى سبيل المثال الأخ بدر نجلس معه مثلا أكثر من أشهر يعني شهور كثيرة لحد ما نبدأ نصيغ الكلمة ونصيغ اللحن في نفس الوقت، يعني تنتهي الكلمة أو ينتهي الأغنية، تنتهي وتنتهي الأغنية وتنتهي تلحينها في وقت واحد تقريبا. فكنا نعيش الموضوع يعني مدة طويلة من البداية. هل تعتقد هذه لأن الآن الكثرة والزخم الكثير الموجود هو اللي لم يعد يعطي الفرصة؟ الآن أنا أعتقد أنه افتقدنا هذا الشيء، أصبحنا يعني نتعامل إما بالتليفون أو في أوقات صغيرة جدا نلتقي فيها، ويعني أنا أعتقد أنه فعلا محتاجين أن نعود إلى ما كنا عليه في متابعة الأعمال هذه ومعايشتها أكثر. ولكن أعتقد أنه ظروف الحياة أصبحت الآن اختلفت طبعاً يعني كثير، وأعتقد الآن نظرا للكثرة الموجودة في الساحة فنجد أن من كل 50 أغنية تطلع يمكن 5% منها جيدة. نعم هذا حقيقة يعني فعلا، هو دائما الكثرة بيحصل نوع من البلبلة في حتى في التراكيب الغنائية الموجودة، تجد كثير من التشابه موجود في الألحان الموجودة اللي تطرح على الساحة. فأحيانا ماخذة على سماعها، فأحيانا تجد فتفرض نفسها على تسمع أغنيتين أو ثلاث أغاني مثلا على سبيل المثال كأنها لحن واحد، يعني مفروض أنها تركبها في 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 أغنية واحدة بتطلع أغنية واحدة ما عدا اختلاف الوزن مثلا في الكلمة. طبعا هذا راجع لمسؤولية الإخوان اللي الشباب اللي ظهروا الآن، مفروض أنهم يهتموا بالأغنية ويهتموا في البحث عن الجديد دائما، سواء كان في الكلمة أو في اللحن، صياغة اللحن مش بسيط. اللحن يعني أنه أنا بعمل لحن في لحظات وبكرة بسجله، أنا أعتقد أنه هذا مفروض يعيد يعاد النظر في هذا الشيء يعني. وهذه مسؤولية الملحنين يتهيألي ومنتجين الأغاني يعني هم المنتج، ويمكن السوق يتطلب هذا يعني. تعتقد أنا يعني قد أختلف، الواحد بيقول السوق عايز كذا يعني أنا بختلف يعني بالموضوع ده، للموضوع لو السوق هو يبغى أن نحن بنقدم له هذا العمل بس اسمي أنا كيف يعني أغامر فيه يعني. هي العملية هنا الاسم يعني، الواحد عمل له اسم في المجال الفني أو عمل له اسم في الساحة هذه لابد أن يحافظ عليه. نعم. صح. أعتقد أبو عادل من هذا الذي ذكرناه من البدايات التي كان فيها التآلف موجود بين ثلاثي الأغنية، الملحن والكاتب والمؤدي، أغنية غريب
اللي هي كلمات والله أغنية غريب وأغاني كثيرة كثيرة بس نعم يعني أغنية غريب وأنا رديت وأعترف لك ورد الزيارة وتأخرتي يعني كل المجموعة بالنسبة للأخ عبد الكريم اللي أنا يعني عملتها فكنا دائما في تواصل يعني وهي جميلة طبعا في تواصل ونسمع شيء منها يعني تختار والله أنا في بصراحة يعني إحراج إن يعني أغني بعد شيء عملته للأخ عبد الكريم لأنه مرسوم لصوت الأخ عبد الكريم إيه بس فما أدري أنت, يعني أنت صاحب الأغنية الأساس أنت الملحن أنت أبوها فسمها لنا أنا عتيد مش عارف أحاول يعني إنه بس أسمعكم مذهب كذا من إيش الأغنية سمعكم تأخرتي مثلا يعني مذهب منها تأخرتي يا عمري الذي أقبل تأخرتي وهذا الموعد الأول أحسب لا أنا الأيام والساعات واللحظات أحسب لا أنا الأيام والساعات واللحظات لأن موعد الأول موعد الأول تأخرتي يا عمري الذي أقبل تأخرتي وهذا الموعد الأول أحسب لا أنا الأيام والساعات واللحظات أحسب لا أنا الأيام والساعات واللحظات لأن موعد الأول ما بيني وبين روحي أخذت من الكلام أحلى لأنك هوى روحي يا روحي قرب الموعد أحاسب نفسي وأتردد
أحاسب نفسي وأتردد وكل ما قرب الموعد أحاسب نفسي وأتردد وكل ما قرب الموعد أحاسب نفسي وأتردد أحاسب نفسي وأتردد وأنسى وعيد من الأول وأنسى وعيد من الأول لأن موعد الأول لأن موعد الأول موعد الأول. محلو أحبيبي محلو بس لو يعطف علينا لو محلو أحبيبي محلو بس لو يعطف علينا لو الليل الليل أحبيبي الليل الليل أحبيبي ماكل علينا الجو محلو الحزن بين عمه محلو يا حلو خيف دمه الحزن بين عمه محلو يا حلو خيف دمه ما له بها الدنيا مثال أبو لها وبلا جدال ما له بها الدنيا مثال أبو لها وبلا جدال ما بقلبي غيره
القمر غصن الرطيب ماخذ من الشمس المغيب عودك من غصن الرطيب تو ما أسرني تو محلو محلو يا حبيبي محلو بس لو يعطف علينا لو محلو يا حبيبي محلو بس لو يعطف علينا لو الليل الليل حبيبي الليل الليل حبيبي ماكل علينا الجو ما حلو الدكتور عبد الرب إدريس في خضم هذا الكم من الأعمال التي تنتج كل يوم هناك من يقول بأن هذا الكم وهذا الزخم في الإنتاج جاء على حساب الكلمة واللحن إذ أن المفردة المحلية الخليجية لم يعد لها وجود في ظل هذا الإنتاج الكثير أنت كرجل مهتم في الأغنية ويهمك المحافظة على مستواها أو البقاء على مستوى من الكلمة واللحن ماذا تقول في هذه المقولة؟ لا شك أن الحديث كثر عن هذا الجانب خاصة في الأغنية الخليجية وأنها الصحافة أو بعض الأقلام بتكتب أن الأغنية في تأخرت يعني لم تكن مزدهرة مثل ما كان الزمان أنا في اعتقادي أنه لابد لو عدنا إلى 20 سنة ماضية مثلا نجد عدد الفنانين اللي كانوا بيغنوا في الساحة محدودين يعني يعدوا بالأصابع فبالتالي كان الإنتاج قليل أقل من الموجود الآن وبعدين كان إنتاجهم في السنة إذا استطاع الواحد أن يعمل شريط فيه 5 أو 6 أغنيات لا يزيد عن هذا العدد زمان وكانت الناس بتعيش على هذا العمل سنة كاملة إلى أن ينتج عمل آخر فبالتالي في كان قليل الأغاني وأصبحت الناس تعايش العمل سنة كاملة فبالتالي أصبحت استقبلت العمل وحفظت هذا العمل هضمته أكثر طبعا لا شك الكلمة كانت جميلة زمان هناك طبعا في بعض الأشياء السلبيات لا يمكن يكون كل الأعمال اللي قدمت زمان إيجابية لابد أنه تكون وأعتقد فيها وأعتقد حتى الأعمال الحالية ليس كلها الأعمال الحالية لا شك يعني لو نظرنا إليها فيه زخم كبير من الأغاني اللي بنسمعها يعني بكثرة الفنانين سواء كان في على منطقة الخليج أو منطقة العالم العربي عامة شفنا يعني من خلال القنوات الفضائية شاهدنا كثير من الفنانين وكل فنان بعد كل 4-5 شهور بيطلع لنا شريط فيه 8 أو 10 أغنيات فأصبحنا مش عارفين أي الأغنية اللي تبرز يعني من النادر أنك تسمع أغنية تبرز في هذا الخضم الكبير من الأعمال وما تلحق حتى الأغنية الجميلة تأخذ مجال ما من أيوة هي دي أيضا مشكلة يعني أنه لو عدينا الأغاني اللي تغنت مثلا خلال هذا العام 98 نجد يعني عدد قليل مثلا يعد بالأصابع اللي نجح عند الناس وانتشر أكثر عند الناس على مستوى الخليج أو على مستوى العالم العربي بمعنى أشمل يعني بتصورك مسؤولية من يعني أنا أعتقد أن مسؤولية الفنان نفسه يعني هو الفنان لابد أن يبحث عن كلمة فكرة جديدة فكرة جميلة نابعة من بيئته نابعة من حياته اليومية من مجتمعه إضافة إلى الألحان الكثيرة المتكررة هذه مفروض أن الواحد يعالجها سواء كان ملحن أو كان مغني أو كان كاتب المسؤولية القنوات الفضائية ستقبل أي شيء من الفنان اللي هو معروف عندها بتقبل يعني الموضوع محتاجة إلى مادة عدد ساعات بث وبتديع له أي شيء بس هو نفسه لابد أن يقيم بين كل عمل وآخر يقيم نفسه أنا عملت إيه يشوف الأصدقاء اللي حوله يعني يأخذ الآراء يعني دائما الإنسان الاستشارة في أي عمل هو جميل جدا إحنا إلى الآن لا زلنا نستشير أصغر الناس والناس العاديين نسألهم إيه رأيك في اللحن هذا لما أعمل أنا لحن ولا حاجة لا يعني أنه أنا أكتفي برأيي أنه هو الرأي السليم ولا وأحيانا اللي الألحان نجحت وأحيانا ما أخذت النجاح اللي أنا كنت أتوقعه مثلا في كثير من الأعمال
استغرب انها كيف نجحت بينما كنت متوقع لاعمال اخرى ان تنجح. فهي عمليه قبول وعمليه يعني اختيار. نعم. ابو عادل ايش بتقول لنا الحين؟ اغني لكم اغنيه يقولوا ما يقولوا الناس، ترى ما حركه وساكن الله. بحبك انت فوق الراس، انا ما همني لكن ما دام انت قريب لي، بحبك مالك الاحساس، يقولوا ما يقولوا الناس. كلمات شاعر سعودي الاخ سعد الحميد يعني. تفضل. ترى ما حركه وساكن وحبك انت فوق الراس، انا ما همني لكن مالك
أحد يفرح يضايقهم أحد يفرح وله الفرصة نعطيهم يسمعونا كلام يجرح بالحب يا أحب ذاقت الويل وما قط من عذابه أقام وزني أو كيل أقام وزني أو كيل بدرب الحب يا أحب ذاقت الويل وما قط من عذابه أقام وزني أو كيل أقام وزني أو كيل وأنا خلي مهلا دلا بهبات دلا وانا خلي مهلا دلا بهبات دلا لان في الهوى عاد صغير السن جاهل صغير السن جاهل تعبنا والتعب راح معاكم يا حبايب ومهما في الهوى دونا
دمع العين والله روينا زهرة فلا ومنها ما جنينا سوى أشواك ذلا سوى أشواك ذلا بدمع العين والله روينا زهرة فلا ومنها ما جنينا سوى أشواك ذلا سوى أشواك ذلا سرنا هالليالي لقينا المر حالي سهرنا هالليالي لقينا المر حالي رضينا والرضا بالحب واجب فوق واجب والتعب راح معاكم يا حبايب ومهما في الهوى ذبنا علينا فرض واجب علينا فرض واجب علينا نكرم الزين حطه وسط ذا العين علينا نكرم الزين نحطه وسط ذا العين من يعشق يضحي تحلال المتاعب وتحلال المتاعب تعبنا وتعب راح معاكم يا حبايب ومهما في الهوى ذبنا علينا فرض واجب علينا فرض واجب.